الحقيقة من امبارح وناس كتيرة جدا طلعت تتكلم وتنشر حاجات هي ليست صحيحة. والناس تحس ان هي مش الأهلاوية طبعا، او كل اللي بيعملوا كده هم اللي ما بيشجعوش النادي الأهلي. الناس تحس ان هي ما صدقت ان الأهلي خسر مباراة امبارح في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات، وتحس ان انت في حاجة غريبة حصلت. هي حاجة غريبة فعلا ان الاهلي يخسر، لكن اقصد تحس ان ايه يا جماعة في ايه؟ انا هنا ما بتكلمش على جمهور الاهلي مرة تانية، انا هنا بتكلم عن بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وهتفهموا كلامي لمين. هارد لك للنادي الاهلي ومبروك لنادي الزمالك. ولكن ان تستغل ناس او بعض الناس وبعض اللي موجودين او اللي محسوبين على الوسط الاعلامي ومعروفين بانتماءاتهم ان هم ما بيحبوش النادي الاهلي، ناس تستغل هذه الهزيمه وتبدا تطلع كلام هو كلام غير حقيقي وكلام كذب. ده اللي مش هنسمح بيه في قناه الاهلي ولا في البيت الكبير، تحديدا في البيت الكبير. فمثلا هنا هتكلم عن المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي. قال لك المهندس خالد مرتجي رفض التواجد في مراسم تسليم الميداليات، وهو كان لازم يبقى موجود بناء على البروتوكول. ده الناس بتقول الكلام ده. الأخ الغير صادق وأسماء أخرى. يا جماعة الناس دي جهلة ومش عارفة حاجة. الناس دي جهلة ومش عارفة حاجة. الهدف من هذا الأمر هو البحث أو أركب الترند. هم خمسة ستة دايما بتكلم عنهم، لو عديت أسبوع بتكلم عن فلان اللي هو الهجاص، تلاقي الأسبوع اللي بعده بتتكلم عن المطرود، الأسبوع اللي بعده تتكلم عن الغير صادق. هم بيقعدوا يلفوا نفس الدايرة الثلاثة أربعة خمسة اللي هم دايما معروفين بالنسبة لجمهور الأهلي. طيب الناس دي مش فاهمة ليه يا عم إسلام؟ لو حضرتك جيت سألتني وقلت لي طيب هو المهندس خالد مرتجي كان يجب عليه ان يكون متواجد ولا لا؟ البروتوكول بيقول ايه؟ هقول لك وهقول لحضرتك. البروتوكول هنا بيقول يحضر مراسم تسليم الميداليات هو رئيس اللجنه المنظمه. بتقول ايه يا عم اسلام؟ اه والله العظيم مفيش بروتوكول بيقول ان الاستاذ خالد مرتجي او امين صندوق النادي او اي حد من اعضاء مجلس اداره الاهلي يبقى متواجد. عشان كده لو حضراتكم شفتوا وتابعتوا امبارح الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره الاهلي وايه ورئيس اللجنه المنظمه. استاذ مين؟ محمد الضماطي اللي هو مين؟ عضو مجلس اداره الاهلي ورئيس اللجنه المنظمه. هو اللي كان موجود في مراسم تسليم ميداليات بطوله افريقيا للسيدات. طيب يعني هو المهندس خالد مرتجي لما الاهلي كسب بطوله افريقيا للرجال كان موجود؟ لا طبعا ما كانش موجود. يعني المهندس خالد مرتجي هيكون موجود ازاي وبصفته ايه؟ نفسي حد لما يطلع يتكلم بصدق. والله لو اتكلموا بصدق ما هنطلع نتكلم ولا هنرد عليهم، بالعكس. ولكن الناس دي بتحاول ان تثير الفتن بكل الطرق ما بين الاهلي والزمالك، ما بين الناديين الكبيرين. طيب مهندس خالد مرتجي ليس من حقه بروتوكوليا ان يكون متواجدا في هذا الامر. طيب اعضاء مجلس اداره الزمالك اللي كانوا موجودين في ملعب المباراة كلهم حضروا مراسم تسليم الميداليات؟ الإجابة بشكل واضح لا. ولو رجعنا لماتش الطايرة رجال، الكابتن محمود الخطيب لما تواجد في النهائي كان ضمن البروتوكول، وكانت دعوة من الاتحاد الإفريقي واللجنة المنظمة. يا عم اسلام انت بتقول اي كلام؟ والله ما بقول اي كلام يا جماعه. الغير صادق هو اللي بيقول اي كلام، والمطرود والهجاص هم دول الناس اللي بتكذب. والله انا ما حد فينا بيكذب ولا بيقول حاجه غير صحيحه.
هذه هي الحقيقة واضحة أمام الجميع. من يفهم في البروتوكول، بروتوكول المسابقات الإفريقية، هيفهم الكلام اللي أنا بقوله. موضوع بسيط ومش محتاج أي حاجة. بالعكس بقى، وأنا هنا أقدر أصرح بهذا الأمر، كل أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي اللي كانوا موجودين بما فيهم المهندس خالد مرتجي كانوا موجودين في المدرجات حتى انتهاء مراسم التتويج للمحافظة، أو علشان يعملوا أي حاجة عايزها مجلس إدارة نادي الزمالك. يعني إيه؟ يعني لو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأنا سمعت الكابتن أحمد سليمان بعد المباراة شكر مجلس إدارة النادي الأهلي وشكر اللجنة المنظمة ومدير ورئيس اللجنة المنظمة على أن التنظيم على أعلى مستوى. فبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي والأستاذ خالد مرتجي كانوا موجودين علشان تذليل أي حاجة هتحصل لمجلس إدارة نادي الزمالك. الحمد لله الأمور مشت بشكل جيد جدا وفاز نادي الزمالك، مبروك. وخسر النادي الأهلي، هارد لك، بأخطاء واضحة هنتكلم في الحاجات الفنية بعدين. ولكن أنا بس حبيت أن أنا أقول لحضراتكم يا جماعة ما تصدقوش كلام الغير صادق والهجاص والمطرود، دايما كلامهم بيبقى كذب في كذب. كل ما يريدونه هو إثارة الفتنة ما بين الجمهورين الكبيرين. اللي هم بيقولوه ده مش مظبوط. المهندس خالد مرتجي لو بروتوكوليا كان هيبقى موجود، أول واحد كان هيبقى موجود. كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويقومه لنا بألف سلامة يا رب إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، لو كان موجود بروتوكوليا كان هيبقى موجود. ولكن مرة تانية ما تفضلوش تكذبوا على الناس، حرام عليكم. علاقة مجالس الإدارة علاقة جيدة الحمد لله، علاقة الجمهور الأهلي ما فيش زيه في الدنيا، يعني أفضل وأحسن جمهور في العالم بالنسبة لي. جمهور الزمالك جه وشجع فرقته وكل حاجة، والأمور كانت داخل صالة النادي الأهلي والأمور كانت طيبة جدا. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم ما تسمعوش لهؤلاء، هم بيقولوا الكلام ده علشان يكذبوا على حضراتكم ويحاولوا يوقعوا ما بين الجمهورين وما بين مجالس الإدارة. أنا بس حبيت أشرح لحضراتكم سريعا جدا هذا الأمر.